مسلسل مكانك في القلب تلخيص، الحلقة 135 الجزء السادس. بعد أن اعترف رامبير بأنه هو من قتل مايا لإنقاذ براتشي، بتتصل مايا بعمها ويتفاجأ عمها بأنها حية، وبيسألها لمن الجثة إذن التي وجدتها الشرطة. بتعترف أن كل هذا لم يكن من عقلها، في فعمتها عمة رايا هي من قامت بذلك على أليا، وفكرت هي إما أن تموت أو تقتل براتشي، وأن هذا لم يكن اقتراحها وإنما كان لطورتها. اقترحت أليا عليها ذلك لطورتها فقط حتى تزيحها من طريق رامبير هي وبراتشي، ويتفرغ الطريق لأليا، وهي تذهب هي وبراتشي من طريق رامبير للتخلص منهم ولتخلي الطريق حينها لرايا. وبيقول لها عمها أن تختبئ وأن لا تخرج من مخبأها حتى يقول لها ذلك، لا تسمع مايا كلام عمها وتذهب للتسوق في الخارج، وإذا بها تراها سريتة بتنصدم وتكتشف أنها حية، ثم بتتتبعها لحين دخولها لغرفة الفندق، وبتتساءل إذا كانت حية فمن كانت هذه الجثة التي اعتقلت الشرطة براتش ورامبير بسببها. ثم بتحاول الاتصال ببراغيا لكن دون جدوى أو دون أن تجدها، وبعد ذلك بتوقع براتش على الأوراق للقضية، وبتسأل إذا كان يمكنها مقابلة رامبير لمرة أخرى أو مرة واحدة. بتقول لها الشرطية لماذا تبحثي عن مشاكل لنفسك، وبتقول لها كم هي محظوظة. بترد براتش أن عليها مقابلة رامبير لمرة واحدة، وإن رامبير لا يمكنه أبدا أن يفعل ذلك أو يقتل أحد. بتقول لها الشرطية أن كل ما يفعله رامبير بسبب حبه لها، وأنه لا يستطيع فعل شيء أكيد لأنه اعترف بنفسه، ولن يستطيع أبدا إنقاذ نفسه مرة أخرى لأنه هو من اعترف على نفسه. ثم بتقول براتشي أنه لن تدع رامبير يتم سجنه، وأنها ستذهب هناك وتبذل قصارى جهدها لهذه القضية. بتحاول أن تنقذه بعد ذلك. بتسأم مايا من وجودها محبوسة في الغرفة ولا تستطيع تشغيل الهاتف ولا استدعاء حتى خدم الفندق. بتتصل بعمها بيخبرها انه قد وصل، وبتسأله ماذا حدث مع براتشي، هل اعتقلت ام لا، وبتطلب منه ان يتم اطلاعها على كل جديد. بيتقابل عمها مع شرما بيخبره انه تم عمله أتم عمله عليه أن يبحث عن محامي جيد، وبيقول عم مايا أنه لا يدع براتش تخرج من السجن طول حياتها. بيسأله شارما لماذا، رامبير هو الذي اعترف. بيقول له عم مايا أنه أخذ اعتراف الشخص الخطأ فلم يقتلها رامبير بل براتشي. شارما بيقول رامبير هو من اعترف والسجن له مدى الحياة مؤبد. بتغضب مايا كثيرا من عمها، وفي هذه الأثناء بتستعد سريدة لكشف حقيقتها، حقيقة مايا أمام الجميع. تضع لها الدواء المخدر لتفقدها وعيها، بعد ذلك بتقودها من هناك، بيتفعل يعني هذه الخطة لها لتقودها من هناك. بتواصل مايا حديثها مع عمها وبتسأله ألم تطلب منه أن رامبير يبقى معها وبعيدا عن السجن ويبقى معها مدى حياتها، أو بعده عن براتشي وأن لا يبعد عنها أبدا. بيطلب منها عمها بأن تهدأ ويخبرها أنه سيفعل شيئا ويبقى رامبير لها وحدها. بتسأله عن براتشي، بيرد عليها أنه سيتعامل معها بطريقته. بتقول لعمها أن مزاجها الآن سيء وستتصل به بعد أن يتحسن مزاجها. بتتصل براتشي بسريتا وبتطلب منها أن تساعدها لتكلم براغية. بترد عليها سريتا إنها كذلك حاولت الاتصال ببراغية ولم ترد عليها وإنها عنيدة دون جدوى، بتخبرها إنها لا تستطيع التحدث مع براغية وإنها عنيدة جدا، وبتخبرها إنها ستخبرها شيء سينقذها هي ورامبير من قضية مايا المزيفة. وبتقول لها مايا حية. بترد براتشي ماذا، انها رأتها بعينها، رأت جثتها بعينها. سريتا بتقول اكيد لم تري وجهها في هذا الوقت. بتخرج مايا من الغرفة وتغلق
لسريطة الاتصال، بتغلق حينها سريطة الاتصال مع براتشي، وبتنزلق مايا وتسقط على الأرض، وبتخبر سريطة أنها بخير وبتطلب منها تركها. سريطة بترش على وجهها المخدر، بترش في وجهها وتفقدها وعيها، وبتقول لها أن لعبتها انتهت الآن وسوف يكشف الغطاء.